حمودي تعال حقني داموت، تعال هالزاوية. يلا حمودي تروح له. والله اجيت هياتني. دي علق دي علق. فهذا هم انتون يتاني عندي؟ لعداني هيك يصير بيه. اقول لك علاوي، انت مو عندك سيم كارد كورك؟ اي والله. يلعن ليش ما تشترك بخدمة سوبر 3G؟ ليش اسرع من هذا؟ شنو اسرع؟ تقول طلقة. هسه تقدر تستمتع بانترنت كلش سريع ويا سوبر 3G من كورك. للاشتراك اتصل على نجمة 250 مربع. كورك. في مثل هذا اليوم المبارك نرحب جميعا بابن البلد، خادم المواطن، محارب الظلم والفساد، فليتفضل مشكورا بإلقاء كلمته. تفضل جنابك، تفضل معاليك. باسم العراق نبدأ اليوم أول الخطوات للنهوض بهذا البلد الجريح. اليوم نعلن عن تأسيس حزب يعمل لمصلحة المواطن. سوف نشعر بالمواطن، سوف نقوم بتعبيد الشوارع، سنوفر الخدمات، سنهتم بالتعليم والصحة والكهرباء. بعدين بالسنوات الأخيرة منو خلانا نشتغل براحتنا؟ منا حروب، منا تظاهرات، بعدين تجون تحاسبونا انه المواطن لازم يتعاون ويانا لان احنا نحب هذا البلد. كذاب. ها شنو هذا؟ ما معقول هذا، من هذا؟ حمايه حمايه، هذا من هذا؟ احنا نعرف مصلحه هذا البلد. كذاب. صار لهم سنين يكذبون علينا. هاي كلمه سوف وسنقوم وسنعمل ابره مال تخدير بنجوم بها الناس، ومن الناس يفكهم البنج يخدروهم مرة الثانية. بس بعد ما يأثر بنا التخدير احنا. ابني انت شن فهمك؟ احنا نعرف مصلحة هذا البلد. انت تعرف احنا البلد الوحيد بالعالم الصحة بيه مجانية؟ انتوا تعرفون احنا البلد الوحيد بالعالم التعليم بيه مجاني؟ واحنا البلد الوحيد اللي بالعالم اللي بيه الموت مجاني. احنا البلد الوحيد بالعالم اللي امهاتنا تلبس بس اللون الاسود. احنا البلد الوحيد بالعالم اللي أطفاله يشتغلون ويكبرون قبل طفولتهم. إحنا البلد الوحيد اللي بالعالم اللي شبابه من تتخرج قبل يشتغلون عماله لو يدفعون عربانه. إحنا البلد الوحيد اللي بالعالم اللي مزابلنا صارت أكبر وأكثر من الحدائق. إحنا البلد الوحيد اللي بالعالم اللي صارت عندنا الكرامة، معناتها كهرباء، خدمات، وماي، وحصة تموينية. إحنا البلد الوحيد اللي بالعالم اللي عندنا صبغ الرصيف عمار. احنا البلد الوحيد بالعالم اللي بيه المواطن يخلص عمره وهو يطالب بحقه، ومن يموت يبدون اهله يطالبون بحقه. احنا البلد الوحيد بالعالم اللي اذا صار بانفجار نعوف الانفجار، نعوف الناس الراحت، ونفكر هاي القناة كتبت شهيد لو قتيل. احنا البلد الوحيد بالعالم اللي السياسيين اذا اتفقوا يبوقونه، واذا اختلفوا يقتلونه. احنا البلد الوحيد اللي بالعالم اللي ندور الرحمه واحنا عايشين، ويترحمونا بس من الموت. منو دافعت علينا؟ اخوان، هذا عميل وندس. صحيح الحرس، خلي تفهموني. اي 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 هي هاي تهمكم الجاهزه حسب القياسات وحسب الفصال. عميل، مندس، ذيل، جوكري، ابن سفاره، ابن رفيقه، مدعوم من باقي الدول. قسمتوا البلد جماعات جماعات، هذول ويانا وهذول علينا، واللي صفق لكم ويهوس لكم هذا وطني يحب البلد، واللي يعبر عن رأيه ويطالب بحقه هذا عميل ومدفوع ودي يخربوا البلد، ويمكن تحطون طلقة براسه وتصمون حلقة وتسكتوه. انتوا ما تحسون بالناس؟ قل لي، انتوا تحسون بالناس؟ تحسون بيهم؟ هذول ما يحسون بينا. انت لازم سرب معاملة بالحر؟ مقطوع عليك واير ما السحب وانت نايم انت وجهالك؟ عاصف ازدحام ساعات طويله؟ واقف بالمسطر مال عماله خمس ايام سته وما حد يطلعك للشغل؟ راجع لبيتك وبجيبك ولا فلس، وابنك يقول لك بابا انطيني. هذني كل سهلات عوفن، بس مجرب من تفقد عزيز
يروح بانفجار لو بحرب لو يختالوه. مجرب حرقة الأم من يموت ابنها، مجرب لوعة الأب من يشوف ابنه الرباه وتعب عليه ممدد بطوله قدامه ميت، حاس بالطفل من يتيتم ويروح أبوه من عنده. بس انتو أنا نعذركم لأن هم حياتهم صارت بس أرقام، إيه أرقام حسابات بالمصرف وأرقام صفقات وأرقام فلوس. الصبح يفكرون بأرقام التليفون المميزة، وبالليل يفكرون بأرقام سياراتهم المميزة، بس عمرهم ما فكروا بأرقام الأرامل والأيتام والبطالة. إحنا نعذركم لأن أنتم عايشين بالبلد، فلوسكم ولدكم وعوائلكم وثرواتكم كله برا، وهذا البلد معمل مال فلوس، تجون تاخذون من عنده وتروحون. عمركم ما خدمتوا الناس قد ما خدمتوا الاجندات، يوميا تدمرونه وتفوتونه بازمه ومن حرب لحرب، لان انتو اكثر شيء يفيدكم ويدب لكم فلوس هو الحرب. ان شاء الله احنا قادرين على النهوض بهذا البلد من جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب بكم بحلقة جديدة من برنامج ولاية بطيخ. بداية الحمد لله على سلامتكم، كان أسبوع دامي بشهداء ساحة الطيران وبـ 12 شهيد من الحشد الشعبي بمواجهة داعش. الرحمة والمغفرة للشهداء والصبر للعوائل، والله يصبر العراقيين على اللي يمرون به. احنا كشعب كانت مطالبنا نريد كهرباء، نريد تعيين، نريد مستشفيات، نريد مدارس، نريد وطن. هسه المطالب صارت الامهات تريد ولدها، الزوجه تريد زوجها، اليتيم يريد ابوه، صديق يريد صديق المات، الحبيبه تريد حبيبه اللي استشهد. انتم تردون تحولون مطالبنا ذيك هاي المطالب؟ شوف، لارتكب هاي الجريمة من أهل المنطقة. شلون عرف سيدي؟ لأن هاي المنطقة ما يدخلها واحد غريب. سيدي اكتشف الشيء يفيدنا بالتحقيق. سولف. الرسم، هاي الرسمة ضيع علينا القضية. شلون بالله؟ سيدي رسمه بس تخطيط، لا بين ملامحه لا بين ملابسه. صح، بس أنت استعجلت شوية، لأن هو هسه راسم بس الإطار، تضره يومين يرجع يرسم لك إياه بالألوان الزيتية البراقة. بس سيدي شفت تفكيرك قد يفيد القانون؟ أنت تفكيرك يدمر القانون، بس أنا مستر عليك الخاطر جهالك. صوتك بعد ما سمعه، روح لملي الجوارين كلهم وتعال. سيدي شمعنا بس الجوارين؟ ليش هي المصيبة؟ الحمى منين تجي؟ من الرجلين؟ لا، هنا بهاي القضية الحمى تجي من الجوارين. ولملي شاكو تصوير كاميرا داير مدار المنطقة. سيدي فريت المنطقة كلها ولا كاميرا شعدين. طبعا ما يشدون كاميرات، خاطر يكتلون ويسلبون ويبقون على راحتهم. يلا يلا روح لملي الجوارين وتعال. امشي امشي، صور انت، صور مكان كله، صور لي من هناك. انت جوارين؟ ايه. احكوا لي يا حلوين يا حبابين، شلون انقتل هذا الشاب المسكين؟ طال عمرك، هواي مكبر الموضوع. هو اول اخر واحد ينقتل، بعدين احنا ما قاتلي. صح، اول اخر واحد ينكتل مهمة دجاج. شوف طال عمرك، خل احكي لك. صحيح انا قبل فتره دزيت علي جماعه ضربوه وادبوه لان ضوجني، بس هذا ما يعني انا قاتله خلاص. عزيزم، بعدين انا متعاون وياه، بعت له مبردات وبعت له ريوقات وسيارات. اي، وتايرات وحشيشات وكريستالات واشكالات الوانات. ادري بيك ابي، انا ما كان عندي شيء وياه. يجي لبيتي اروح لبيته، جيت ادز له ملابس، ادز له اثاث، بس صارت مشكله بسيطه وقطعت المي عليه. شو يسوي بالمي؟ ما تقول لي شو يسوي بالمي؟ اذا راد يغسل يطبخ يستعمل مي لبلبي. او ماي جاش، او ماي جاش، جود فادر. ذاك اليوم كان عازمني، اجيت لقيته عازم الجماعه.
تاركنا صح، فلشت البيت على راسه صح، بس ما قتلته. يعني انت داز علي جماعة ضاربي ومكسري، وانت تبيع للزبايل مالتك، وانت مفلش علي بيته، وانت قاطع علي المي، وباقيين فلوسه، هذا اذا من قتل يموت من القهر. لا طال عمرك مو كذي، هو اجى اجله ومات، احنا شو معرفنا، انت شرطه وحلوها. يعني قصدك هو مات موت الله. زين والتقرير اللي يقول بيه كدمات وسحجات واورام، شنو هذه؟ لطمه حمه مثلا؟ رحم الله والديك طال عمرك. مو قلت لكم من تجي الشرطه تحل الموضوع؟ الولد طلع ميت موت الله، احنا بعد نروح نرفع الزحمه. تعال تعال، شلون تروح قبل ما نضيفكم؟ ابي جونايدن ممنونين، نروح نروح. تعال، شلون تروح قبل ما نضيفك وتاكل لك على الاقل كم دونكي، على كم شلاق، على كم دفره، بعدين كرام المتهم كتله. ايش تقصد؟ من المتهم؟ حموشي هذا صاحبينا وخزرنا، زحمه ما نخاف. خاف حموشي، خاف. يمو 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 حموشي، خاف خاف. يمو 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 خاف خاف خاف. يمو 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 بس انا قلت لك خاف مو تهز. يا شباب الاول اشار اخر نور. لا ظلمه سجن كتل نتف مثل القطن، وانتم كلكم متهمين عندي ومشاركين بقتله. قوقوش قوقوش، اقول لك هاي مو مطربه عزيزا. بعدين انا ما سويت له كل شيء، بس سيحت عليه شويه. بالش بالش بالش، يعني مخدة، يعني هم نايمه براسه، وهاي شويه لو دافره احسن. ابي باباين اقدر احكي؟ لا، نار وشرار الليله كامل اجى بكل حيله، نار وشرار احجولي يا هالكتل قلولي. طال عمرك هذا جيراني حايط على حايط، شلون كتله؟ اصلا انا مقهور عليه، كل شيء حولي يذكرني بشيء. حتى صوتي وضحكتك لك فيها شيء، صدقتك. اوه ماي جاش، قلت فذر صح، انا بيتنا بعيد، بس هو خطوة ما يخطي بدون ما ياخذ رأيي الا اقول لك نسخة من مفاتيح البيت عندي. خطية دموع التماسيح. عزيزم اني هم بيتنا حايط على حايط، بس من ديك الجهة، يعني تصور بالمنطقة اني اصيح اخويا اخويا، معقولة انا قلت له لا عزيزم لا اخويا هذا؟ صح، انت اخ زين ومرتب. ابي ليلي ملي علي وعلى افيتي، صاغت المي كله من الابي، بس ما قتلته. والله لو تقول لي مافي مافي ما ابريك من دمه. تعال تعال ما يخلصون، خاطر نسكت او نفتهم السالفه شنو؟ عزيزم أنا تشادر كله علي والفلوس كلها مني. شنو فائدة التشادر وانت خانقه، لا يزرع لا يصنع، الحديقة مالته تذب ذهب، ومن وراك كل شيء مستفاد من عدها. شنو الكلام هذا؟ طال عمرك هذا أخوي، دفنت علي وثلاث أيام فاتح أكل وشرب علي. هي وما تخسر كل شيء، تتذكر من دزيت جماعتك أخذوا الطرمة وأخذوا الممر وأخذوا المطبخ، والله ستر وصلوا للهول لو ما ولد أخو الزلم وفضوها. بليس بليس بليس، ويت ويت سير ويت، أنا أختلف عنهم، أنا راح أسوي له صدقات جارية، وكل خميس أسوي لك ليتش. أم التمر يدلل جود فادر. شب لك شب، نفط الصوبة مالتك كله من عنده، وهو وجهاله قاعدين بالبرد. أنا أوزع كباب اسكندر بالفاتحة، والقهوة إلا أصبها بإيدي. خلاص خلاص، من كان عايش أذيتوه دمرتوه، هسه من ما تريدون تشيلوه؟ وهسه شنو المطلوب طال عمرك؟ سين سين كل البلا من الجوارين، وأوف أوف يجي يوم ويروح الخوف، وطقة طقة يجون ولده ويأخذون حقه. الله. الفيسبوك بوقت الانفجار حدث خاصية الوضع الآمن، ليه؟ حتى تعرف أصدقائك وأهلك وأقربائك أنه أنت بعيد عن الانفجار، تدخل على هذه الخاصية تقولهم أنا آمن. بس إحنا كعراقيين يعني هاي الخاصية ما تكفي، يحتاج لنا تطبيق مثلا نسميه أنا عايش، من ترجع من الشغل سالم ما عليك شيء تدخل تقول أنا عايش، من ترجع من الشارع وانت طالع ويا أصدقائك ومكاتليك تقول أنا عايش، من السافر من محافظة لمحافظة وما يتعرض للتسليب تقول أنا عايش. وأنا أقول من نطلع من البيت أحسن، يعني نخلي شغلنا أونلاين، نخلي امتحاننا أونلاين،
نبيع ونشتري أونلاين، حتى ننتخب أونلاين. جديد، التغطية مستمرة لما شهدته العاصمة العراقية بغداد اليوم من أحداث دامية ومن فاجعة في منطقة الباب الشرقي، حيث استفاقت العاصمة العراقية بغداد اليوم لاستشهاد 28. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك حبيبي؟ حبيبي بس أريد أسوي دعاية لحملتي الانتخابية. دعاية لحملتك الانتخابية؟ أيوه. انت اللي راح تمثل الشعب العراقي لو يا شعب؟ الحمله الانتخابيه راح امثل الشعب العراقي ومثلك انت شخصيا، ووعد مني اذا فزت في الحمله الانتخابيه حساب الاعلان واحد يعني ما اريد تعيين. تمام براحتك. وين تريد تخليهن؟ يعني اريد احلى وارقى واجمل مكان تخليني به. اخليك شخصيا يعني؟ لا لا، تخلي صورتي الانتخابيه. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم مالتي. عليكم السلام لك. شلون اقدر اساعدكم؟ شلون يقدر يساعدنا؟ يقول اريد يعني صور للحمله الانتخابيه مالتي. غير الصور شلون اقدر اساعدكم؟ غير الصور بشنو يقدر يساعدنا؟ يريد اعلام للحمله الانتخابيه مالتي. اعلام؟ وين اريد يخليهم بالضبط؟ شنو انه الحملة كلها بيا مكان اريد اخليها؟ ها الحملة الانتخابية مالتك وين تريد تخليها بالضبط؟ يريدها يعني باماكن مختلفة ببغداد. زين وليش ما دايحش وياي؟ اخي مو يعني يعني ما يعرف يحكي عربي. يعني مو عراقي؟ تشعليك شنك علاقة بالموضوع؟ والله حلو هاي. لا مو شلون مو عراقي؟ ما لك علاقة، لا تتدخل. شلون رش على الانتخابات؟ ما لك علاقة، شلون رش على الانتخابات؟ باع ضاج. اعذرنا. اسفين كلش. خلاص اسف. ما لك علاقه اخي، اكتب انت شو لك علاقه؟ نريد بس حمله انتخابيه. بس سؤال اخير. ما لك حق تسال، تفضل اسال يلا. لا بس شوف الاعلام ايش قد يحبطونهن. بعد وبرادات مال مي ايضا، يعني تخلي صورتي عليهم. برادات مال مي اي، ودريسات فرق شعبيه طوبات هم تخلي صورتي. شواخص تريد لو لا؟ لا لا ما احتاج، بس دريسات. و شو موزع الدجاج؟ اي هذا كنت ناسي، دجاج بس مسحب. الذين المسحب بس تعرف اريد شيء مثل البلم، تحط عليه تمن احمر وخضره وفواكه ودجاج وتخلي صورتي عليه. اي صح صح حلوه. ولبن. أنا هم اشتهيته والله. لا لا أريد بطل مال لبن تخلي صورتي عليه. أخلي صورتك على بطل اللبن؟ أي نعم. شبيك تخبلت؟ ليش؟ ما عندي لبن ثاني شيء، عندي بس عصاير. إيه خلي لي عصاير. على العصاير؟ إيه رمان موز، بس لا تخلي خوخ ما أحبه. تمام إيه. بدون خوخ. بدون قلبك. زين هاي الحملة سفري لو صالح؟ نعمل للقطاع العام. قديمة كلش. بعد كلا كلا للفساد، شنو رأيك بهذا؟ هيك أنت ما راح تفوز. إي صحيح. لا تسوي لي العراق للعراق وللعراقيين. حلوة هاي. مو ودا اقول مو معقول انا ما اغلط. العراق للعراق وللعراقيين. تمام. بغداد جنة بعيوني انا. ترى هاي اغنية وحبها يكبر كل سنة، اكتبها بخط عريض حتى تبين. بعد نعم لحكومة زينة. شنو؟ كلا لكل دول العالم. مو هيك ما راح نقدر نبيع نفط. النفط تكتبه بخط عريض حتى يبين، وكل مواطن عراقي ياخذ حصته من النفط. هاي من تسويها طويله حتى تبين قدام العالم. زين اخلي بصفك جليكان لو برميل؟ لا هيك دبه صغيره وهيك واقف وطق لي صوره احلى حتى. زين بس الدبه ام الخمسه ولا ام العشره؟ ام الخمسه. بس الثانيه؟ اي خذ راحتك قلبي. النفط طلعت من الطيل غير مرشح. لا لا ضوجتني. يلا يا بالاخير كلها شعارات ما حد ينفذ. اي بس النفط بيخوش خبزه يا اخوي، شنو الموضوع؟ صدق كذي. زين ليش ما حد موزع قطع اراضي؟ هاي خوش حل. حلو. اراضي العراق للعراقيين. الله يجنن. غصبا ما عليك. مو شرط. وبعد؟ اريد صوبات نفطيه تحط صورتي عليهن. وين اخلي صورتك على الفتيله؟ لا في الصوبات، اريد بطاطين. بطاطين. عندي ام النمر وعندي احبك، يا هي تريد؟ اريد انت عمري. حلو انت عمري، بس ترى يجي وياها تشرشف هاي اغلى. وين المشكله؟ صرف مفتوح. مفتوح طبعا، فلوس خلفك. شلون قلبك قلت؟ مو ياك حياتي. وتعرف شريد؟ يعني اريد صورتي الانتخابيه تحط داير مدايرها ورد، يعني جوري قداح يعني تلونهن. ترى اذا تسوي حمله انتخابيه مو كارت مال معايده هو. العاد اهتم لي بالبطاطين والمسحب. صار. طبعا انا هاي السنه لازم افوز بالحمله الانتخابيه. ولك على هاي الحمله راح اصير رئيس وزراء انت.
وهذا ليش تعب لك رئيس الوزراء يصير بكيف الانتخابات؟ بعد بكيف من؟ بكيفهم. العاصمة العراقية بغداد إلى 21 شهيد و44 جريح. طبعا سيف علي علاء موقع الانفجار الريموت وين الرزق هيك راح يروح؟ علاء وننقل لكم شهادات خاصة من موقع الانفجار سيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داري إذا أقول لك عليكم السلام بس دا أحس بها نقص صراحة. أقدر أطلب منك طلب أخي؟ تفضل. طبعاً أريد أسوي حملة دعائية لحملتي الانتخابية. تمام سهلة. هم تريد بكل مكان ببغداد وصور كبار وهي. لا 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 شنو التبذير؟ بالعكس أصلاً المبذرين أخوان الشياطين. ما أدري ليش مدى صديقك. زين أقدر أطلب طلب ثاني؟ إذا مو حرام عادي. أريد صورتي الانتخابية تتعلق وياها رقم التسلسل وال بعد اكو شيء نسيته ما قاعد اتذكره. خاف تريد تقول لي وين انشرهن يعني الاماكن. اي صح. لا ما يحتاج تقول. ليش تعرف العناوين مال اماكن عندكم يعني؟ اي باي حي فقير اخليهن وينجحن. شلون عرفت؟ مو ما حد يصدق بكم بس الفقره. تكون لدك. زين انا عندي طلب منك. اي تفضل حبيبي. ما تشوف هاي الوضعيه؟ اي دا اشوفها. برايك شو وقت تفوز؟ مين يفوز؟ العراق ماخذ الدكتوراه بالخبره اللي اكتسبها من كل الحروب. ورا كل هذا يجينا ارهابي سافل يفجر نفسه وخلينا نفقد شهداء. وانا اعرف وانتم تعرفون انه اكو مليارات الدولارات انصرفت على الاجهزه الامنيه. وده تنصرف بعد. حتى شنو نصير؟ حتى نصير بلد امن. بس ما صرنا بلد امن. تعرفون ليش؟ لان مو بس الارهابي سافل. اكو مسؤول فاسد سافل. بردان اطلق دشداشتي؟ لا انا خايف. خايف لا ما يعطوني رونق؟ خايف منك. لا لا تخاف بس لا تحكي شيء زايد وما لك علاقه. يعني انا ما مقتنع برونق شلون راح يعطيك رونق؟ ليش برونق شريد؟ يريد واحد متدين وملتزم وعنده اخلاق. هاي مو اخلاقي كفر. بس شو راح يعطيك اياها؟ انت مخطط الشيء؟ اسبوعين اداوم بالجامع قدامك كل ما يفوت القاني قباله. مو اقول انت لابس هيج بس اسبوعين ما سويت ولا مشكله؟ لا سويت. شلون؟ جبت احمد بليس يغلط علي بالجامع وسامحته. معقوله احمد بليس يغلط عليك وانت سامحته؟ مو هاي مو اخلاقي كفر. كملتوا موضوعكم؟ بس عن اذنك ثواني. وهذا احمد بليس بس خد تخلص هاي السالفه التعبانه الا كسر رجله بالمنطقه. اي نعم عم وياك. يا اهلا وسهلا بكم نورتونا. اهلا وسهلا بك ابني وسام. طبعا اني رونق هواي حكت لي عنك. الحمد لله. وقالت انت شقد ملتزم دينيا. عمو أنا ما أرد أصير ريائي بس الحمد لله والشكر. أنا صلاتي بوقتها وأصوم 3 أشهر بالسنة وحاجز للعمرة. أنت حاجز للعمرة؟ أنا مو أخلاقي كفر. صح. أنا دائما أشوفك بالجامع. ليش عمو أنت تجي للجامع؟ ولا شايفك. عمو أنا من أطب للجامع عيني بالقاع لا يمين ولا يسرى. خاف كل شي يصير أشوف حاجة غلط هاي ما لها علاقة. مو بس هاي عمو وسامي سامح اللي يعتدي علي. يعني أنا هسه إذا أقوم أصمت براجدي على خد اليمنى يقول لي هات أخذ الثاني باليسرى. حلو. ها هو ما يشيل غيبة وإذا شم ريحة منكر بفرع ما يدخله أصلاً. ونعمة التربية يا جماعة. تدرون أنا بناتي ما أنطيهن إلا الواحد ملتزم دينياً. طبعاً ندري. بعد ليش أنا مثل بس رونق غير شكل. يعني شنو؟ أريد أطيها الواحد ساقط. لا تشاقة. لا أحكي صدق ما تشاقة. لا ما معقولة. لا معقولة عمي قول غيرها. لا أقول غيرها ولا أبد. أنا دنيش بناتي من زوجتهن الناس متدينين. إيش حصلت منهن؟ إذا عديش اللي عاد قبل صار لك أسبوعين. يعني شنو؟ داعيك أسقط واحد بالعالم واللي ضربنا راشدي من على الوالدية. وروحاتك للجامع والتصدق على المساكين وحجزك للعمرة. هاي مو أخلاقي كفر يا معود. لا عمو لا. ترى أنت شخص محترم. عمي يا محترم أنا بقيت بسجن أكثر من بيتنا. ما تحكي له فكرة. أحكي وما تسوي شيء. أحكي لك. اسمع عمو. وسام واحد حرامي. ومزورتشي ومبتز وما متربي. يا بجد تحكون احمد بليسه قدامي ضرب راجدي ولا حكي وياه. غير هدته هو احمد بليسه يقدر يعلي صوت علي؟ عمي قدامي قال له حسبي الله ونعم الوكيل. هاي مو اخلاقي كفر. وسام اقدر احكي؟ لا اقصر زلمه واحكي. احكي عليه بالمزيد. عمو الا اقول لك وسام يشرب جقاير. يا بهذا الموضوع طبيعي هواي يشربون جقاير. شوف طلعتني ابن عائله. باو عليك شلون اثبت لك انا واحد ما متربي؟ يا بس شنو ما متربي؟ غير المنطقه كلها تحلف براسك. غير مطيم فلوس. شوف راح احكي لك سالفه. مره لقيت واحد مبكر على السريع ونزلت وساعدته. لا نزلت بكت الجك ما انت وشردت. زين ليش ما بكت فلوسه؟ لا مو انا حرام خبيث. ولا واني ما مصدق بيك بس والله ضحكتني. لا عمو صدق بي. لا
ذاك اليوم اخوه الصغير غسب بالمدرسه قعد وقرا وعلمه حتى ينجح بزوده غير وانا منين لي هذا الخلق يمه رحت جبت سلاح ودقيت المدرسه وكتبت عليها مطلوبه عشارين واخوي وراها كله عفاء 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 يابا انا ذاك اليوم شفتك صاعد على المحوله مال المنطقه دا تصلحها حلو انا اصلح المحوله والله بطران صعدت بكتب كيبلات عمي بعتهم صفر كيلو صفر ب8000 يابا ذاك اليوم شفتك انت وشباب المنطقه التميت ورحت تتبرع عندهم بالمستشفى صح هم تبرعوا وانا قنعتهم بقنا المذاخر مال المستشفى بقت السرنجات والمغذيات والبنادول اي ورحت بعتهم بالحارثيه وبالسعدون وذيك الفلوس دق بالملاهي سهر ودق ورقص وكيت يابا تشاقه يابا رونق تستاهل اصير اسقط من هيك كنت شاك بيك من البداية بس قلت خلي أجربه وين أكو أبي ينطي بنته لهيك واحد يعني شنو؟ يعني هيك أنت شاقة من قلت لك أريد أنطي بنتي لواحد ساقط عمو سوى هذا شاقة وفوتت علينا وقت الصلاة والسبير هاي مو أخلاقي كبر احنا حكينا على المسؤول الفاسد هسه نجي نحاسب نفسنا احنا مثلا عندنا انتخابات قريبة جاية هم راح ينضحك علينا بحجة الطائفية والمناطقية والعشائرية هم راح ينضحك علينا برصيد وصوبة وبطانية يعني إذا اقتنعت بذني وانتخبت ورا كل اللي يصير بالعراق وصار فأنت الساعد الفاسد الو هانيز شلونك اقول لكم وين لا هيك ماكو شيء بس اشتريت ملابس واريد اهربهن للكنتور امي بالمطبخ يا يا ابوي روح حبيبي روح خلنا نقرا دعانا بالحنان والله كريم اللهم اني اشتريت هدوم اقنع بهن امي وعبر اليوم اللهم بعد ان ام الالات الجارحه التشبشير والسكين والماسحه اللهم اقنعها بالبناطير المشققه والتيشيرتات المفتقه اللهم اقنعها بالاسعار وقلل حرصها على الدولار اللهم اقنعها بالبنطرون الطافر ولا تجعلني في نظرها كافر اللهم اهدي نبع الحنان واقنعها في جميع الألوان يا الله هلا هلا بأمي هلا بنبع الحنان شو مسويت لنا غدا؟ شو مسوي انت؟ شو مسوي؟ شو مسوي من مصيبة؟ قصدك على هذن اللي ورا ظهري هاي شرب هاي ملابس وإذا أجيب شرب عادي؟ غير أطيح حظك ولك خلي حير بمصيبة الملابس يما الله يخليك أنا طالب كلية يعني معقول أبقى بلبسة واحدة؟ ولك أبوك 4 سنين قضى الكلية بلبسة واحدة بنطلون وقميص وسترة يما حتى الحياية بين فترة وفترة تغير جلدها أبويا مسمن ما ضعف هسه لتغير الموضوع ذب الهدوم هنا هاي بيش؟ ب3000 يا بازي وسخم نعم لو تعرفين السعر الحقيقي زين هاي شنو هذا؟ حذاء أسود ومثل ما تبويه زين إذا أسود قلها تلبسه أنت وأخوك وأبوك نعم لو تعرفين اللون الحقيقي زين هذا بيش؟ خلنا نتذكر يما بس دقيقة ب5 5 يا ظالم النفس زين ما كملت السعر كان الجلطة تخبي هاي ليش شغاليات هاي مين ماخذهن؟ أخذتهن من البالة من البالة ماخذهن وهي شغاليات يا غشيم يا أثول بعد لو تعرفين المكان الحقيقي أنا صوتي عفتك تطلع وحدك أنت وين تفتهن؟ بالله ويانا رحت تسوقت أنا وعلاء علاء ابن الدكتور؟ قد ماخذ لي شلون شخصية؟ بعد لو تعرفين علاء الحقيقي زين يما أنت ليش ماخذ لون فاتح؟ أنت وين تلوق لك يا يما الألوان الفاتحة؟ جبت لك هذا غامق اسود
يما انت ليش تاخذ لون غامق؟ انت وين يلوق لك الالوان الغامقه؟ يما حسان شو اسوي؟ اخبطهن؟ زين وهذا الاحمر يما؟ شبيه؟ مو عندك احمر؟ لو هو بس صرف فلوس زايده. يما الاحمر اللي انت تقصدين عليه مر بظروف كلش صعبه وصار وصله مال مسح. يما هذا انت ليش غبي واثول؟ هذا مشقق غير شوفه يا يما. شو نقنعها هذا موديل؟ لا هم زين قلتي لي يما هسه راجع وطيح حظه. هم زين مسوي شغلة براسها خير وذاكر أخوك الصغير ببطرون. هي طبعاً أنا حنين قابل أقول لك هذا إلي بس موديلة طافر. يما خليني أفرح مرة مني أشتري ملابس لا تنغصين علي عيشتي. يما أنا غير على مودك إذا كنتورك متروس ترس ملابس. يما كنتوري بس أنت تشوفي متروس إذا بالصيفيات والشتويات واللي ما ألبسهن وببطانية وبردات اثنين يما راح أخذهن هاي ومنها سنة بعد ما أشتري ملابس. يعني معقولة ما تكفيك سنتين؟ اللهم تقبل مني هذا الدعاء وأبعد عنا هذا الوباء وخلصنا من هذا البلاء وأبعد أبو الهيل عن محلات الأزياء يا أرحم الراحمين يا الله. تخيل الإنسان العراقي شو يتحمل بالشتاء؟ هو غرقان بأبسط مطرة، بالصيف هو بحضن الشمس والأشعة الفوق البنفسجية تدق براسه، تعليمي بطنش، صحتك رجل، الحاضر سلم لي، المستقبل مجهول، ورا كل هذا راح يرجع يضحك ويسولف ويغني. الشعب العراقي عظيم بس اللي يقودونه عظماء. هاي منو؟ هذا صديقي احمد فاهم. اي تجاوب؟ هي جاوب، ليش ما جاوب يعني؟ يلا تجاوب وافتح سبيكر. افتح سبيكر شلون يا معوده؟ هذا الشاقه ولسانه زفر. ايش اكو بيها؟ من عندنا غريب؟ شلون غير جاهل قاعدين؟ افتح افتح يا معوده افتح. الو هلا هلا ابو الحداد. هلا ابو الشهامه. شو الاخبار حبيبي؟ حبيبي والله انا الحمد لله، انت شلونك؟ وين ما وين؟ لك كان بنص الخير، لك تعال قاعدين. قررنا انا والوليد نروح نسهر لك ملهى دلاي دلاي لك تعال نروح نتونس حبيبي. انا يعني حمود كلش اعتذر منك، انا سهران ويا عائلتي وانا يعني ونست عائلتي. لك عائلتك شنو؟ عائلتك شنو؟ لك اقول لحداد وملهى سهرانين؟ لك انت جد تونسنا وتسوي لنا واحد ثوالي حبيبي. هاي قبل من كانت حياتي فارغة، هسه أنا حياتي بيها رهام. تعرف شنو يعني بيها رهام؟ يعني حب وحنان وضحكات وانسى. دا أقول لك أنا أنت تونس تونس وما عليك بي يا حبيبي. وانت؟ أنا ونستي عائلتي. يلا باي 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 عمري. حاتات وملاهي. هاي قبل يا حبيبتي قبل. أقول لك دق قلبي بشرفك هذا متابعة. شوف انت برضو لو ليك وجهة نظر برضو ما فيش مشكلة. ويلي جت حبيبة القديمة باع الصار بي يابا سودة علي الله يساعد قلبك. باع قام ما ينتبه الصديقة. ويلي راح لها راح لها. بس لا تفشلي بشرفك، لا تفشلي بشرفك. قامت له بس لا راح تضربه تفشله. الحمد لله قلت له الحمد لله الحمد لله. والله لو أنا كاتب هذا المسلسل إلا خليهم يرجعون. لازم عجبتك الفكرة. يا فكرة؟ فكرة حبيبتي القديمة ذكرتك بدعاء مو؟ والله حبيبتي مو الفكرة ذكرتني بدعاء، أنت اللي دائما تذكريني بدعاء، أنت الوحيدة اللي تذكريني بيها، أنا ناسيها أصلا ولا جاية ببالي، أنت ما أعرف شلون تفكرين. أنا أقول لك شلون أفكر. فد يوم من الأيام طالع انت وصديقك هذا احمد ورايحين تسولفون بمساله شغل، وراها جتي دعاء. ورا ما جتي دعاء ايش صار بيك؟ قمت لها قمت ترجف وعيونك غرقت. وراها قلت لها شلونك؟ ها ولابس جوزي مو؟ طبعا حبيبتي هاي المسلسل حرام عليك، هيك والله حرام عليك. يعني انا ابطل ما اتابع مسلسل ما اتفاعل؟ يعني انا هم انسان هم عندي مشاعر. وانا هم انسان وعندي مشاعر، كيف تتفاعل ويا المسلسل قدامي؟ خوش
راح أأجر شقة حتى تابع بيها مسلسلات وأفلام، حتى أتفاعل براحتي، حتى أبكي، حتى أنفح عن نفسي. صدق كذب ريهام؟ يعني هذا حبي ووفائي وإخلاصي كله يروح على متلقطة؟ يا حبيبي أنا أخاف عليك وأحبك وما لي دخس رأيك. لك حبيبتي تخسريني شنو؟ لك أنا أضيع بدونك، أنا أموت عليك. بيلا مدام زعجك هذا المسلسل خليه يولي قلبي. هسه بعد البرنامج مال وفاء الكيلاني حتى تتذكر وفاء جيرانكم مو؟ طبعا علاقة 4 سنين ومواعيد بالطرمة وبالسطح، وودي الخبز وجيب الخبز وودي الشكر. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شنو علاقة؟ مو هاي هم وفاء لج بابا، هاي اسمها وفاء الكيلاني. وذيك؟ ذيك أبوها بوزرج ببنزين خانة الجيلاني. هاي من زوجة تيم حسن. وذيك؟ ذيك من زوجة سعد السكينة، يعني بس أفكر بيها 7 خياطات. يعني ما يجي ببالك لا صفاء ولا دعاء ولا وفاء؟ أقول لك أنا كنت أحب على القافية، إيش عجب حبيتك؟ طبعاً إذا حبيت قبلي هيام وابتسام وسهام. هي مو أقول، سمعي حبيبتي، مو معناها انت تعرفين الماضي الغرامي مالتي فتقعدين تحللين بكيفك وتسوين سيناريوهات. لا، اني حالي حال اي شاب، حالي حال اي مراهق، صادقت وحبيت وتونست، بس هذا كله قبل. وهسه؟ هسه ونستي عائلتي. علي علي هاي الشهادة. الله الله، هاي من يغنيها بابا؟ هاي ساجد عبيد بابا. هاك نزل لي اياها حبيبي، نزل لي اياها. راح انزل لك شكل اغنيه ردي. هلا حسن حسان غسان، تريد تعوف هلك وتروح وياهم؟ من هذول؟ ما فكرت بجهالك؟ ما فكرت بي اني؟ بعد روح استلمي فلوس النفقه. للصدق كذب، هي اغنيه ما ساجد عبيد وردح وكنا ردحنا عليها. شنو هاي الدراما؟ صدق كذب؟ قومي اعطيني حديده بعد. ليش؟ على مود اضرب راسي بيها. اي ليش؟ مو ذيك الاغنيه ما ساجد عبيد عجبتني اكثر. يا هي مال اطق روحي بحديده واطلع الدم. اي والله اخاف، يعني اخاف اخسرك يا غسان. حبيبتي والله ما تخسريني، يعني معقوله هذا حبي ووفائي واخلاصي كله يضيع على مود اغنيه ما ساجد عبيد؟ انا اسفه حبيبي، كمل المسلسل. حمودي ماما. بابا هذا المنشور مالك كل شيء ما افتهمت منه. يا منشور ماما، قصدك مال فيس؟ ايه؟ انا هسه فهمك، ليش تدوخ؟ صدقيني سياتي يوم تشكرينني فيه على انني لم ابذل جهدا للاحتفاظ بك. شوف غسان، مال تعوفني وما تبذل جهد حتى تحتفظ بيه وتريني اشكرك؟ لا اسفه، شوف احرقك واحرق الجهال واحرق نفسي، نعدي السوى ونموت سوى. ونموت سوى؟ على شنو هي بابا؟ نموت فرحان هذا؟ هاه يا ريهام، بعد لا اسمع شعر ولا انشر بالفيسبوك ولا اسمع اغاني ولا اتفرج مسلسلات، وانتو لكم دير بالكم واحد بيكم يشغل اغنيه قدامي زين، وذبوا الاجهزه وروحوا ناموا. انت كملت واجبك؟ ليش لازم الايباد؟ ايه بابا كملت من العصر. شنو واجبك بالله؟ قراءه. بالله تعال دسمع لك بالقراءه، تعال خلينا نشوف. هذا يلا اقرا. الربيع 3 ساعات، انا اريد الربيع. لك بابا لك ساعات هيك تقولها؟ لا شو اقولها؟ هسه انا فهمك، سعاد انسانة حالمة كيوت، تحب الخضار، تحب الربيع، تحب الزرع، وتحب غسان، وكانت وياه بالكلية وبنفس القسم وبنفس الخط، ودي يتذكرها وقاعد يمي. لا هاي مو عيشة، صدق مو عيشة. اعطيني بابا خلي خابر، اعطيني خلي خابر لأحمد فاهم، اعطيني. صدق كذب؟ وافتح سبيكر همينه. يلا رد. الو. ها احمد. ها ابو الشهامه حبيبي، قول. بعدكم سهرانين؟ لك طبعا وللصبح. جايكم؟ لك مو نستك عائلتك. لا ونستي برا. حسن حسن غسان، بسيطه الا انزل بوست. ثقي بدجاج الحلال ولا تثقي بقلوب الرجال. بالختام نتمنى السلامة للعراقيين، ويا رب تكون هاي الفاجعة هي آخر الأحزان للعراق. الله يصبر الأمهات والآباء، الله يصبر الزوجات، الله يصبر الأصدقاء والأخوة اللي فقدوا شهداء، الرحمة والمغفرة لشهداء العراق، ويا رب نعيش بخير.
شوفكم بحلقة جاية. هلا وحبايب قلبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. طبعا انا كلش اسفه اليوم مقصره وياكم حبايب قلبي، ما منزله بس 85 سناب، بس ان شاء الله واوعدكم بس اقعد من النوم انزل لكم بعد. باي باي. يا ابو وين جاي البيت؟ خلاص غير حرامي مستجده. مستجده اكو مكان ان شاء الله دوري. وسا شنو هاي؟ اقتلي صوتك راح ينفضح. امشي خلي نشوف وحده غير عن بوقها. ليش طلعتها مقياسك؟ لا طلعت كلش حلوه. يابا احنا ما جايين نخطب، احنا جايين بوق، واذا حلوه نش عليه بيها. وسام ترى والله غار عليك. غارين علي من نروح للمول وتلقين وحده حلوه غار علي، مو هنا انا جايين بوق. قلت لك خلي نروح نشوف وحده غيرها، ترى والله اقتلها. رهام ترى هاي البنيه انت جايبتها مو اني. اي غير شفتها بالستاب بالفلتر كلش حلوه، قلت اكيد جكمه، بس طلعت كلش حلوه. ريهام مطلعك وياي حتى من اقول لك انا بالشغل صدقين. ترى والله بعد ما اطلع ولا ابوك وياك. ترى بعد احسن. شلتش؟ اي جاي اقتلك. وخر ايدك من حلقها. وتفضحنا عادي؟ وخراني التبه. انتم منو شنو من عندي؟ اسفين فززناك بلغوتنا الزايده، احنا جايين بوق البيت ونطلع، بس انا جايب مرتي وياي وتعرفين بعد سوالف نسوان. ها؟ تنطبيه قدامي؟ ترى والله اقتلها. صح عيب، مو هي بنت خالتك، بابا بنيه جاي نبقى ونطلع بطلع هاي الغيره، وانت عيني بسرعه دلينا الغراض وين. لا تقول عيني اختي بلا زحمه عليك، قولي لنا الغراض وين، خلينا نبقى ونطلع. يلا قوم يلا قوم تجيب الغراض تاع يلا. انا راح اروح بس توعدني ما تخوني. مش بابا ما الحق اخونك. زين ابقى انت لازمتي، انا اروح اجيب الغراض واجي. لا لا انت ما تعرفاني شريت. يلا لحق يلا يلا سريع يلا. شوفي اليوم ما تخوني. دا هدد يا معوده. دا تهدد اوكي. شوفي بس اقول لك شنو مهدد. شوفي اختي ترى احنا حراميه محترمين وسباع ونخوف، بس الوقت اغبر. هذن اللي لقيتهن بيض وبصل بالكنتر. شنو ضمي ملابسك بالثلاجه؟ لا انا اللي دورت بالثلاجه. اي مو قلت لك اكلي لفه قبل لا نجي، معدتك حرجتني. انت بسرعه يلا قولي لي وين الغراض. يلا يلا بسرعه عجبين يلا يلا. اسفين شوي راح نخربط غراضك، بس والله مجبورين. هاك ذني لي لقيتهن. بس ذني؟ لا وهذا البسكت ما كل منه لقيته. رهام ها معدتش حرجتني. والله حقك. هاش دا تسوي؟ احررها. لا انا احررها. تعبناك اليوم ويانا، بس انت هم ساعدينا. ذهب تلقوه بالاوفن. والبيتزا شنو بالجراره؟ والفلوس تلقوها بالكاونتر. حلو يعني لما عين جوا تشرباي نلقاها. ليش احنا لا جايين على فلوس ولا على ذهب؟ زين اسوي لكم عشاء خف جوعانين؟ شوفي شلون خزتنا. زين اخذوا تليفوني وحساباتي ومتابعيني، الستوري مالتي يوصل 500,000 مشاهده وهي تصير مشهوره بدالي. وبريش المتابعين ما راح يميزون بيني وبينك؟ لا انت بس حطي فلتر ما حد راح ينتبه، اصلا الفلتر مشهور اكثر مني. ليك بابا احنا ما جايين على هاي السوالف كليتها. ريهام ممكن تفهمين على شنو جايبتنا؟ انا جايبتك على كريم كوين يسوي الوجه يخبل، هي تستخدمه. ليش انا ما فايت للسجن باقل بوقة كيلو ذهب، وبالسجن قوه يحترموني، اذا افوت انا باي كريم كوين شو يخلوني اسوي؟ اغسل جوارب؟ كريم كوين انا ما انطي، عندي اخر قطعه ذهب بالطباخ، روحوا اخذوها. بالطباخ؟ لا الدجاج وين تضمي؟ بالقاصه؟ زين اخذوا كل شيء عندي بالبيت، الذهب والفلوس كلها اخذوها، بس عفوا الكريم كوين. باعي لك حياتي شلون كريم كوين؟ يعني اذا قلت لك كريم كوين اوفر طبعا حياتي. هاج حبيبتي هاي الصابونة وهذا الكريم. يا الغبرة عندهم بيج بالفيسبوك ويوصلون دليفري، يعني شنو هالتعب هذا؟ هات هذا الذهب يلا امشي. قعدت من الصبح نعسان براسي ألف تفكير، شنو هو الجديد اليوم واللي وياي راح يصير؟ شقد راح ألقى تعليقات بعضهم ينتقد بي، ومنشورات الانترنت كلها طاقة سلبية. إذا نهزل صباح الخير ألف واحد يعلق لي، منو قال لك تنزل هيج؟ يصير فلان قايل لي. واطلع والقاكم اشياء بحيث تخلي دمي يفور، وحده حامل بنيتين راجلها كاتل الدكتور، وتلقى الازدحام الزين
من الدورة للمنصور. يا ويلي اني حاير ويا الناس مدري شلون اقنعهم شنو يردون ادخن باي ومكلفهم اسمعهم اذا غيرنا شخصيات كلها تقول غيرتوا واذا كررنا بالموضوع يقولون خلصتوا واحنا الغاية والمضمون بالموضوع اللي انطرحه اللي نريده نفرح الناس وهدفنا ننشر الفرحة هذا الموسم اللي جاء كلش راح يعجبكم راح نصير حبابين حتى لا نزعلكم بس ببالك وموضوع رايد واحد احكي له واحد باق مني فلوس برايك شو اسوي له هسي 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 هسي